معلومة طقسية، تذكار أعياد البشارة والميلاد والقيامة. طقس صلوات اليوم فريحي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم يصام بدون انقطاع ويؤكل فيه سمك. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك قمت وخلصتنا، وجميع الألحان تجمع بين الثلاثة أعياد بالترتيب: البشارة والميلاد والقيامة. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي، الأوشية الموسمية الزروع والعشب، القسمة تقال قسمة الأعياد السيدية، التوزيع المزمور 150 بالطريق الفريحي، ويكون مرد الربع الأول لعيد البشارة، ومرد الربع الثاني لعيد الميلاد، ومرد الربع الثالث لعيد القيامة، وهكذا. ومدائح الأعياد الثلاثة، ختام الصلوات يقال مجمعا للثلاثة أعياد. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 29 من شهر هاطور المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. رتبت الكنيسة المقدسة أن تحتفل اليوم بتذكار الأعياد الثلاثة السيدية الكبرى: البشارة والميلاد والقيامة، ويصلى بالطقس الفريحي: بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 28 للشهداء 312 ميلادية، استشهد البابا بطرس خاتم الشهداء، وكان قد رسم كاهنا في 16 من عمره، وعين مديرا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وبعد نياحة البابا ثاؤونا رسم بطريركا باسم البابا بطرس 17، وحرم أريوس بعد نشر بدعته، وظهر له السيد المسيح في رؤيا وعليه ثوب ممزق قائلا له: أريوس هو الذي شق ثوبي فلا تقبله. سجنه الملك ماكسيميانوس وأمر بقتله، وصلى إلى الله قائلا: ليكن بدمي انتهاء عبادة الأوثان وختام سفك دماء المسيحيين. فتقدم السياف وقطع رأسه ونال إكليل الشهادة: بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهاد القديس إكليماندوس الأول بابا روما: بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهاد القديسة كاترين الإسكندرانية: بركة صلواتها فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا، حلف الرب ولم يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد، على طقس ملشي صادق. الرب عن يمينك لذلك يرفع راسك، قال لي
المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية في لبوس، سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إلي، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. والمجد لله دائما. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة إحنا بنعيد بتذكار الأعياد الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة، وكمان بنعيد بعيد استشهاد البابا بطرس خاتم الشهداء رقم 17 في بابوات الكرازة المرقسية. البابا بطرس دون ضحى بدمه وسفك دمه من أجل اسم السيد المسيح، وكان البابا بطرس خاتم الشهداء بيدافع عن الإيمان باستمرار، واتقابل أثناء حياته بأريوس ولم يقتنع بتعليمه وحرمه، وابتدى يدافع عن الإيمان طول فترة حياته، حتى لما أريوس توسل إليه كثيرا بأنه هو يرجعه تاني ويشيل عنه الحرمان، كان البابا بطرس شاف رؤية أن السيد المسيح جاله ممزق الثياب، وقال له أن تمزيق الثياب دي بسبب أريوس، فرفض تماما واستمر أنه هو محافظ على الإيمان، ورفض أنه هو يرجع أريوس. كمان النهاردة عيد استشهاد البابا إكليماندوس بروميا، وده كان تلميذ من تلاميذ القديس بطرس الرسول. وكمان النهاردة عيد استشهاد القديسة كاترين. ولأن النهاردة عندنا استشهاد لاثنين من البطارقة، فهنلاقي أن القرايات متركزة على حاجتين: الكهنوت والإيمان، إيماني مين هو السيد المسيح، والدفاع عن الإيمان. لو تتبعنا القرايات كده هنلاقي مثلا في مزمور عشية نلاقي الآية اللي بتقول: وأجعل ذريته إلى ظهر الظاهرين، وكرسيه مثل الشمس قدامي. الآية دي كانت على داود النبي، أن ذريته هتفضل موجودة إلى ظهر الظاهرين، وكمان أيضا بترمز للكنيسة وأولاد الكنيسة اللي هيفضلوا موجودين إلى ظهر الظاهرين مهما
لاقوا من اضطهادات، فأبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة. وجملة كرسيه مثل الشمس قدامي، كان البابا بطرس، احنا مركزين خالص النهاردة على البابا بطرس خاتم الشهداء، كان البابا بطرس بيشوف نور كبير ونعمة كبيرة خالص فوق الكرسي المرقسي، فكان صراحة مش بيحب يقعد عليه، يعني قال ده مهيب جدا وحاجة فيها رهبة، فبلاش ان انا اقعد عليه. يقال ان البابا بطرس ما قعدش على الكرسي ده الا عند نياحته. لو خشينا على انجيل عشية هنلاقي ان السيد المسيح بيسأل تلاميذه، بيقول لهم يا ترى الناس بتقول عني انا مين؟ فالتلاميذ ردوا وقالوا في ناس بتقول يوحنا المعمدان، في ناس بتقول إيليا، في ناس بتقول نبيا من الأنبياء القدامى. فقال لهم طب وانتوا بتقولوا عني ايه؟ فبطرس قال له أنت هو مسيح الله. ده في إنجيل لوقا. وهنلاقي كمان شوية في إنجيل القداس نفس برضو الحدث، وهنلاقي بطرس بيقول حاجة شبيهة اللي هي أنت هو المسيح ابن الله الحي. الكنيسة عايزة تعلمنا مهم جدا 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 إحنا نعرف إيماننا، مهم جدا 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 نعرف ونقرأ عن لاهوت السيد المسيح. لازم الحياة الروحية تبقى مرتبطة بالعقيدة. السيد المسيح هو اللي علمنا النهاردة إن إحنا نعرف عقيدتنا، يا ترى أنتوا بتقولوا عني إيه؟ لو دخلنا على باكر هنلاقي مركز على الكهنوت، فهنلاقي الآية اللي بتقول فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه في مجالس الشيوخ، جعل أبوة كالخراف، يبصر المستقيمون فيفرحون. طبعا اللي بيرفعوا اسم ربنا واللي بيمجدوا اسم ربنا هو كل الناس، وبالأخص البطارقة اللي زي بابا بطرس رفعوا اسم ربنا ومجدوه، وحتى في مجالسهم كانوا بيباركوه. وإحنا بنستخدم المزمور ده في حضور قداسة البابا وفي حضور سيدنا الأسقف، علشان نقول برضو هم الرعاة بتوعنا وإحنا برضو خراف في قطيعهم. فلأن النهاردة عندنا استشهاد اتنين بطارقة، فإحنا برضو مركزين على الكهنوت. في إنجيل باكر بنلاقي إن السيد المسيح فتح عيني أعمى، والنقطة دي مهمة خالص. الكنيسة عايزة تقول لنا إيه؟ لو عايزين تعرفوا عن لاهوت السيد المسيح لازما يبقى عندكم بصيرة روحية، لازم العمى ده يتشال، العمى الروحي. فحتى الآباء القديسين بيقولوا إيه؟ إن الإنسان اللاهوتي الحق هو اللي بيصلي، واللي بيصلي هو اللاهوتي الحق. مهم جدا جدا علشان أعرف مين هو السيد المسيح لازما، وأعرف طبيعة لاهوته لازما أكون إنسان روحي وما يبقاش عندي عمى روحي. في البولس بنلاقيه بيتكلم برضو عن الكهنوت، فنلاقي معلمنا القديس بولس الرسول بيقول إيه؟ بيقول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة عن الكهنوت بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. وكمان معلمنا القديس بولس الرسول قال بقى إحنا لينا رئيس كهنة مش بيرسل ضعفاتنا، مش بيقول يا حرام دول ضعاف، لا طبعا ده رئيس كهنة قوي، رئيس كهنة يقدر يعزينا، يقدر يدينا القوة. إحنا عندنا رئيس كهنة هو ملك الدهور كله. في الكاثوليكون بنلاقيه بيكلمنا عن الألام اللي المفروض تستحملها الكنيسة من أجل الحفاظ على الإيمان والخلاص المستعد أن يعلن في الزمان الأخير. طبعا أبائنا القديسين حافظوا على الإيمان ده بدمهم، وما كانش بالسهل إن هم يحافظوا على الإيمان، كان لازم في ضريبة يدفعوها. في الإبراكسيس بنلاقي إن هيرودس ابتدى يسيء للكنيسة، خد يعقوب القديس يعقوب أخا يوحنا وموته، وبعدين ابتدى يتطاول على القديس بطرس. زي ما القديس بطرس اتعذب واتبهدل شوية، هكذا برضو البابا بطرس كان متشبها بالقديس بطرس. في نقطة مهمة قوي عايزين نقولها في الموقف ده، القديس يعقوب استشهد، لكن القديس بطرس الرسول ربنا بعت له ملاك وأنقذه. في ناس أثناء موجة الاستشهاد اللي فاتت قالت إيه؟ قالت لما اللي جنبهم استشهد قالت
أكيد ربنا قبله وأنا إنسان خاطي ووحش وما استاهلش الاستشهاد. في الحقيقة إحنا هنا ما نقدرش إن القديس نقدرش نقول إن القديس يعقوب جميل والقديس بطرس وحش خالص، مش ممكن. لكن هو كل واحد ليه رسالة، كل واحد لما بيخلص رسالته على الأرض ربنا بيستدعي. طبعا القديس يعقوب قديس كبير جدا والقديس بطرس قديس كبير جدا، فمحدش مثلا لا يستشهد مثلا ويقول أصل أنا وحش. وعلى فكرة بعد كده أنتم عارفين إن القديس بطرس برضو استشهد منكس الرأس. في إنجيل القديس بنلاقي برضو نفس الحوار، إحنا مركزين على الإيمان مين هو السيد المسيح. ففي إنجيل معلمنا القديس متى برضو السيد المسيح بيقول يا ترى الناس بتقول عني إيه؟ عرفتوا بطرس بقى الرسول قال إيه؟ السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، عايزين نثبت إن العقيدة مهمة في حياتنا الروحية. العقيدة مهمة في حياتنا الروحية. أولاً في مثل بيقول ازرع فكرة تقتني سلوكاً، فلو أنا بقى زرعت عقيدة هقتني سلوك، لو عندي عقيدة كويسة هيأثر على سلوكي. يعني مثلاً، وكمان عايزين نقول إن الإيمان السليم بينتج عنه سلوك سليم. مثلاً على سبيل المثال، ناس تؤمن بالدينونة فدول هيحاولوا يرضوا ربنا، ناس تؤمن بالثالوث فدول هيتعلموا العمل الجماعي الذي يحدث في وحدانية وتميز. أيضا في ناس هتؤمن بعقيدة التجسد، إن السيد المسيح بنفسه أخذ جسدا من السيدة العذراء. فالناس اللي هي هتؤمن بعقيدة التجسد هتنظر نظرة جيدة للجسد، لأن السيد المسيح بنفسه باركه وحل فيه. فحسب عقيدتي أنا بسلك. حتى معلمنا القديس بولس الرسول بيقول إيه؟ بيقول أسألكم أنا الأسير أن تسلكوا كما يحق للدعوة. يعني في دعوة وفي إيمان وفي عقيدة، أنتوا بقى اسلكوا حسب الحاجات دي. نفترض حد عنده عقيدة الإلحاد، فده مش هيفكر في ربنا، وغالبا هيسير براحته، هيرضي بقى شهواته. هكذا أيضا الوجوديون برضو، كل دول بما أنهم مش هيؤمنوا بوجود الله يبقى غالبا هيعيشوا لشهواتهم ولشرورهم. فحسب إيماني أنا بسلك، حسب معتقدي أنا بسلك. والقديس أثناسيوس الرسولي بيقول إيه بقى؟ بيقول كل إيمان نحيا به في الكنيسة أعطاه الرب كرز به الرسل حفظه الآباء. كل إيمان نحيا به في الكنيسة أعطاه الرب كرز به الرسل حفظه الآباء. فبما إن كل الإيمان أصلاً العقيدة دي، مين واضحها؟ هو السيد المسيح. يعني مين كلمنا عن الثالوث؟ مين كلمنا عن الآب؟ ومين كلمنا عن الروح القدس؟ ومين كلمنا إن هو هيتصلب؟ فعقيدة الفداء وعقيدة الثالوث اللي كلمنا عنهم عنه هو السيد المسيح. إذن واضع العقيدة هو السيد المسيح. فبما أنها من إيد ربنا، محدش يجي يقول لنا بقى إيه، لا العقيدة مش مهمة، إحنا مش عايزين نبقى بطائفة أو نتبع أي طائفة. لا طبعا، بما أن العقيدة هي من يد السيد المسيح إذن لازم نهتم بيها. الدرس الروحي بقى اللي نطلع بيه النهاردة هو ربنا بيقول يا ترى مين أنا في فكرك؟ يا ترى إحنا هنقول لربنا إيه؟ إحنا عايزين نقول لربنا أنت هو إلهنا وملكنا، أنت كل حاجة في حياتنا، إحنا عايزين نبقى ملك ليك. فهو يقول لنا إيه؟ طب لو بجد أنا كل حاجة في حياتكم، مفروض اللي بيحبني يحفظ وصاياي. فإحنا عايزين نحفظ وصايا ربنا ونقول له أنت هو ربنا، أنت هو الله الظاهر في الجسد. على فكرة في ناس كتيرة لغاية دلوقتي ما تعرفش مين هو السيد المسيح. الناس البعيدة عن الكنيسة ممكن تعتقده مجرد نبي. عايزين نقول لربنا أنت هو إلهنا الحي، أنت هو الله الظاهر في الجسد، إحنا عايزين نبقى ملك ليك، ونسلم قلبنا الذي له المجد الدائم في كنيسته منذ الآن وإلى الأبد، آمين.